قابويا نقرب من الوقت زهر مقاس ابتلاء من الله. الله لابد واني الابتلاء يتزد الفرج. الحمد لله اشي شفى الله تعالى خكي سيدا ربي العالمين من ديز الجيد ان شاء الله تعالى يا ربي يا امي. وتعيش ندير شك واحد شي لا يبلا دوم شحال كنت طاول شي اخويا هي ثمغه وتروشا زوال وتروشا زوير سامحني غا الدراري وسلاته كانت عايشه مع من سكن طاح لا صافي لا سبحان الله صحه وسلامه. سامحي السكري جنت برات خمي غير واريز خصني انه يتالم من داخل قصه حزينه جوجوري والله الا قصه سبحان الله. اريز غاصنا انت ونت تو يخدم الطاكسي تو غاث الحمد لله تعيش تعيش طاون تعيش كلشي ولكنها يديوضا سامحه يدير هاتا بمعنى يعضاوها هي زيوضا يهرش تنبغى تفخ زي هو تويا وخشا تعيش اقواريز الناس اتار بثار وانسا كي استصبار حشومة. اين الوفاء اين الصدق اين المودة اين الرحمة وعند الله تجتمع الخصوم حشومة وتتكبو الجند من مثل الأصل أبدا. حسبي الله ونعم الوكيل وكيس تقلبو المحاولة كثم غانشحوما التعق سافر كعروبين في النحر شطوها الشيخ صار التغاني عند السطوح ما تغسكي يا عزم في وورا ربما في الشفا والشع فم غاثة ذيك يسمحن فغجش نتاونش اتندم ما يمي لان اتندم ما يمي لان خمي غتوارا الزمان يبدل تبدل خيضان الناس تعقبت غير خدمه الناس تعقبت غير كلشي الحاله هذه تجي تروح المرض يروح اتندم ولكن لا تنفع بو ندمت تغيلات كاريز كنت واخا عظان واخا عظان زربع انت مغارين تيمي زيدين ما يمي واخا تمتي كواريز نستال في نار ولكن ديني ربعه الله يهديهم ما خلاص غادي يعضى واريز اتكثور حشومه حشومه بزاف مره تقد منك مهم اخا كي فارس سي ربي شي تو نجي المبادره المبادره يا نقيت لي باش ان شاء الله مره ودي تجيش نهريش سي ربي يا ربي العالمين تسكن في يا ربي ما مش خاك دنوث يعني سوينا ثلاث زيارة يا رب تشافي لأن حالة مؤثرة صوت تص ديس 5000 درهم تمنى إن شاء الله الزين قد قبرت إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أقشت 5000 درهم الكوريج يهرش صل المرض ان شاء الله تطلع سبحانه وتعالى الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي امين. نتمنى خاكي يفرج ربي خاكي عزمه بثي وراء يجي النصيحه قبل الزي